الله يسامحي، قلتي لي ساعة بدك تغيبي، صار لك 3 ساعات تاركتيني لحالي أنا وقرودك. مرت عمي لا تحكي عن بناتي هيك. ما جبت شي من عندي، شوفي شو عاملين بالبيت بغيابك. ايه معلشي، هن دائما بيعملوا هيك حتى وأنا بالبيت. اه طقك على هالترباية. خدي حبيبتي. وين كنتي لهلا؟ وين بدي كون؟ بالجامع، عم بحفظ جزء عما، وعم فكر بلش احفظ صور الصغيرة كمان. قومي 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 حضري غدا لجوزك، هلا بيجي من الشغل ولي على قلبي هالكان، ما بيلاقي لقمه ياكلها. منقلي بيض مرت عمي، حسام ما بدقق كثير على هالامور. يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب. بعدين مرت عمي الفريزر مليانه اكل، كنتي قومي طبخي لك شي اكله. شوفي حبيبتي، فتحي عينك هالقد، حسام جابني لعندي لحتى دير بالي على بناتي، مو مشان اخدمك انت وياهم. يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب. استغفر الله العظيم. دخلك مرته لساتها ما بتعرف انه تجوزك بعد ما تجوزها وضحك عليها؟ لا امي لساتها ما بتعرف، لساتها مفكر حالها انه هي شاطره كثير ولطشت مني حبيبي. لا تضحكي على حالك وتعيشي بالوهم، اصلا فاروق لو بحبك ما كان تركك اصلا. امي المصاري اقوى من الفقر، والمصاري اقوى من الحب، وهي كانت معبايه مصاري وانا شحاده ما معي اكل. يا امي الفقر مو عيب، العيب على اللي بيضحك على بنات العالم بقشطهم مصاريهم. انو هدول بنات العالم؟ هلا مرفت صارت بنات عالم؟ مرفت اللي خربت لنا حياتنا صارت بنات عالم يا امي؟ مرفت يا امي ما خربت لنا حياتنا، فاروق افندي هو اللي خرب حياتنا بسببك. خسرنا كل شيء، أبوكي مات وأنا انشليت، ولسه بتقلي لي فاروق ما دخله؟ إيه بس فاروق صلح غلطه، تجوزني وكتب الولد باسمه، شو يعمل لسه؟ بعد شو؟ بعد شو؟ حاجة تضحكي على حالك، جواز بالسر، يعني عم تسرق وسرقة.